السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا يخفى عليكم أن من صفات أهل التقوى الإيمان بالغيب، فالغيب كل ما غاب عن أعيننا وكل ما غاب عن واقعنا أيضا وعن زماننا. فنحن نؤمن بالله ولم نر الله، نحن نؤمن بالجنة ولم نرها، ونؤمن بأن هناك نار ولم نرها، ونؤمن كذلك بالجن وإن كنا لم نرى الجن، ونؤمن بوجود شياطين مع أننا لم نرى الشياطين. فيدخل في هذا الباب أمر، وهو الإيمان بأن العين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاغتسلوا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالعين حق، والعائن يختلف عن الحاسد من وجه، قد يتوافق معه في وجه آخر. فالعائن حتى يصيب الشخص بالعين يلزمه أن يراه، لكن الحاسد قد يحسد عن بعد. الحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين، فالحسد تمني زوال النعم عن الآخرين، هذا التمني محله القلب. فسواء أنت كنت موجودا أم لم تكن موجودا، يمكن أن يحسدك شخص، يمكن أن يحسدك شخص. وأما العين فحتى يصيبك العائن يلزمه أن يراك، فهذا أحد الفروق بين العائن وبين الحاسد. العين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في هذا الباب بعض النصوص من كتاب الله كما سلف: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لينفذونك، كاد الشرر الخارج من عينهم يخترق جسمك من شدة غلهم وحقدهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة، والسفعة التغير والسواد، السفعة التغير والسواد يعني الجلد يحصل فيه بعض التغير بعض السواد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بها النظرة فاسترقوا لها. سيكون علاج العين الرقية، الرقية. وأنت قد لا تعلم مدى أهمية الرقية إلا إذا علمت بعض الوارد عن رسول الله عليه السلام في فضل الرقية. كان الرسول يرقي ويرقى، و رقي اللديغ الذي لدغته حية من رقية بالفاتحة، فكان سبب في شفاء. الشاهد أن هذا التغير والسواد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة، قال إن بها النظرة، يعني أحد نظر إليها نظرة فاسترقوا لها. وفي الباب كان من الصحابة رضوان الله عليهم رجل وسيم أبيض اسمه سهل ابن حنيف. فمر عامر بن ربيعة بسهل وهو يغتسل، فقال: ما هذه الجلد البيضاء ولكنها جلد بكر، ما رأيت مثلها قط. فسقط سهل صريعا في الحال. فذهب عليه وسلم زار أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل جعفر
بعد أن قتل جعفر. فذهب النبي إلى أسماء بنت عميس ورأى أولاد جعفر حولها أجسامهم ضارعة، يعني نحاف نحاف. قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ لماذا هم هكذا أجسامهم نحيفة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله، تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، اطلبي من أحد أن يرقيهم. فقال الشراح: العين قد تؤثر في الطفل، تراه عرض على الأطباء ليس به أي مرض، أي مرض عضوي، ما في أي مرض عضوي، ولكن في مرض آخر سببه العين. الأطباء لا يفهمون هذا السبب، الأطباء لا يفهمون هذا السبب، ولكن نحن في شريعتنا نعرف سبب الرقية. ولقد قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرقيه: يا محمد، اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. وأيضا في هذا الصدد أن الرسول عليه السلام كان يعوذ حسنا وحسينا رضي الله عنهم وهم صغار، يقول في تعويذاته لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، الهمة التي هي ذوات السموم الهوام، ومن كل عين لامة، العين التي تلم بالأشخاص. ليس كل الناس عندهم هذا الداء يكونون عائنين، بل العائنون مشهورون أحيانا، معروفون في بلدة كذا فلان من الناس عائن. كيف أتقي شر هذا العائن؟ برك هو حتى يقي الناس شر نفسه يبرك، وأنت أيضا برك على نفسك، برك اللهم بارك ولا تضر. وقد قال صاحب الجنتين لصاحبه، قال المؤمن لصاحبه صاحب الجنتين: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم إن المعوذات من أفضل ما يتعوذ به من العائنين، من أفضل ما يتعوذ به من العائنين حسين وحسينا. ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لما. يقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ولديه إسماعيل وإسحاق، يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. فالعين حق، ويشرع إذا طلب منك الغسل، يعني هب أن شخصا ما ظن أنك أصبته بالعين وطلب منك أن تغتسل أو طلب منك أن تتوضأ، لا تمتنع، بل يشرع لك ويلزمك أن تتوضأ ويأخذ وضوءك يصبه على نفسه، فإن كنت عينا شفي بإذن الله. لا تستكبر لما ورد في الحديث: إذا استغسلتم فاغتسلوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن آدم قد يحسد، الدواب قد تحسد أيضا، الدابة نفسها قد يحسد. واشتري لنا منها مثلا، اشتري منها لنا الفخذ، أو اشتري لنا منها، كيف ذلك؟ يصيبها بالعين، فبإذن الله، بإذن الله كل شيء مقدر عن سبب، كالسكين التي تضربها واحد، هو أجله لن ينخرم إلا بإذن الله، لكن السكين سبب، فالعين كذلك سبب. فربنا يقول عموما في شأن السحرة، وربنا أصدق القائلين: وما هم بضارين به من أحد
إلا بإذن الله. يعني ليس كل عائن يستطيع أن يصيب من شاء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن يكون عندنا المعتقد الكامل أن أحدا ما لن يضر أحد إلا بإذن الله، لقول ربنا سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالعائن لا يستطيع أن يصيب أحد إلا إذا شاء الله، إنما هو فقط سبب التفطن له هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث قال لمن يعمل به كما في البخاري ومسلم وله عدة ألفاظ وعدة طرق، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان جنح الليل أو أمسيته، يعني بدأ يدخل الليل أو أمسيته، فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم غطوا الآنية واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، شهد كفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، أوكوا قربكم واذكروا اسم الله، خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن للجن انتشارا وخطفا في هذا الوقت، في هذا التوقيت الذي قبيل المغرب مثلا بربع ساعة إلى ما بعد المغرب بنصف ساعة، هذه فحمة العشاء هذه الشياطين تكون فيها أشد انتشارا وأشد خطفا، يعني ممكن تصيب الأولاد، ممكن تصيب البهائم، ممكن يعني عند قبيل الغروب وبعد الغروب بقليل. قل العاملون بهذا الحديث وقل الفاهمون له، إذا كان مع أنه في الصحيحين، يعني ليس بذاك الضعيف، على اختلافات في بعض الأحيان، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، أوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وفي رواية فإن للجن انتشارا وخطفا. فيا إخوة من صفاتنا الحمد لله كمؤمنين أننا نؤمن بالغيب، كل ما أخبرنا الله به في كتابه وإن لم نره فنحن نصدق به. فأنت تعلمون أن إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطان، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فالديك يرى ملك، الحمار يرى الشياطين، السمك يرى في الماء، الخفاش يرى في ساعة معينة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه أحيانا، كان يقول أحيانا إذا أراد الله له ذلك أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم، بذكرك لله قوي، بعون الله لك قوي.